اكيد انه الجمهور كامل تعرف بانك الزوجه ديال المرحوم سي محمد مجد. آه الله يرحمه. وبغيت نعرف كيفاش تلاقيتي انت وسي محمد الله يرحمه. كيفاش تلاقيت انا ومجد الله يرحمه؟ كنت فواحد ملي تخرجنا بقينا ما عندنا ما يدار الشوماج، شي دزنا لواحد الجمعيه. هادشي كان من شحال هادي دونك؟ مي بيان سور. ماشي غير دابا زعما. لا راه 25 عام ديال الزواج انا ومجد. لا من شحال هادي الناس كانوا كيتخرجوا وما كيتوظفوش؟ لا من قبل من البروموسيون ديالي انايا، هذيك راه وعدنا عاده هذيك بحال رمضان بحال فرض. المهم مشينا لواحد الجمعيه، كانت فيها واحد صاحبتي عندها هذاك خالها تيجيها واحد رجل مثقف اللي هو كان الكاتب العام ديال جمعيه الدكاله. مشينا لعندهم وداك الشيء، تما تيجي با حسن الصقلي رحمه الله كيجي لعندنا تما كيتلقى بيا، كيعرفني بانني كديره المسرح في الكليه وهادي، كيجي لعندي بانه كان هو ومجد دايرين مسرحيه ديال لاكارت سيجور. نعم. وكانوا داروا العرض الاول وهذه، وكانت فيه زعور المعمري تحيه ليها والله شافيها ويقعدوا ساده في هذا النهار. كانت هي اللي لعبه ديك الفرنسيه وهذه، ملي جا مشات خدمت في شي حاجه اخرى ولا هذا، بغاو يعاودوا المسرحيه. جا قال لي عرفتي شنو انت اللي غنديك؟ قدمني لمجد، صدقت مجوجه بمجد. انت طالعه لك المسرحيه؟ لو ما درتش المسرحيه ما لعبناش المسرحيه. ما درتوش المسرحيه؟ ما درناش المسرحيه، ولكن هذيك هي اكبر مسرحيه ربما. مسرحيه الحياه. مسرحيه الحياه.